أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والأعداء والقهد والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس مؤتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه والسدرة المنتهى مقامه وكان قام قوسين وأدنى منزله والمطلوب هو المطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء
الغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد رسول الله ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ اللؤلؤ